وهنعمل البطاطس المشوية بصوص تحفة. تعالوا بس أطلعها من الفرن عشان كنت بشويها. أهو بصوا بقى جمالها وحلاوتها. الله الله الله، طالعة من الفرن كده مشوية وحلوة. كنت مغطياها الأول بالفويل لحد ما إيه ما استوت، وبعدين أقوم شايلة على طول الفويل من عليها. هجيب البايركس بتاعي أو أي طبق تقديم إحنا حابينه. أنا حابة البايركس عشان لونه جميل غويط شوية، فأقدر أنا أعمل كمان الصوص. هعمل معاكم الصوص بسرعة، بس قبل ما أعمل الصوص هجيب هنا رشة بسيطة من إيه زيت الزيتون، هحطه كده. أوكي يلا، وهجيب البطاطس بتاعتي الحلوة قوي، وهقوم منزليها فيه تاخد بس كده تشويحة بسيطة جدا جدا جدا. بصوا الجمال اهو، وهقوم حطاها بالمنظر ده. وهاجي هنا اعمل الصوص بقى بتاعي، هحط حتة تومة صغيرة مش كبيرة. يلا بينا، صوص سهل سريع مش بياخد وقت خالص خالص خالص. طبعا انتوا عارفيني احب الخضرة جدا جدا زي ما دايما بقول لكم. هحط هنا شوية خضرة، وبعد كده هنزل الكريمة بتاعتي الحلوة اهو كده، وايه هسيبها شوية مع بعض كده اهو. يا سلام يا سلام. وهجيب هنا الصويا صوص، اللون والحدوقية هتكون من الصويا صوص، وهسيبها تاخد غلوتين. على ما تاخد الغلوتين هوريكو هعمل ايه هنا في البطاطس بتاعتي. هجيبها وبصوا همسكها كده، هقوم فتحيها وعملها كده. بصوا الجمال بقى، هجيبها وافتحها واعملها ازاي كده كده كده. شوفوا ازاي كده هي بتتقدم كده بطريقة لذيذة جدا جميلة قوي. أدخل فيها الصوص بتاعي الجميل مع كمان الجبن السايحة، مش عايزة أحكي لكم تطلع حلوة قد إيه. أهو بصوا بقى الجمال كده، كل واحدة بس بتنيها. طبعا أنا بجيب البطاطساية لازم تتغسل كويس قوي، بتفضل بالقشر. وبعد كده أهو بصوا بقى، الله الله الله. وبعد كده بقوم إيه اهو حطها في الفرن تاخد السوا، تبقى متغطية اهم حاجة كويس قوي بالفويل اهو. شوفوا ازاي كده، الله على الجمال كده، الله الله الله. هجيب بقى هنا عندي الجبن المشكلة بقى، هاتوا الجبنة الشادر، الجبنة الموتزاريلا، الجبن اللي تحبوها كلها الجودة. وايه بحطها مع الصوص الجميل ده اهو، مش عايزه احكي لكم طبعا ده صوص بقى ايه عالمي، وعليه الجبنه لما تسيح. بصوا بصوا الجبنه بتخش فيه وتسيح، انسوا يطلع حاجه كده من ايه من الخيال. والبطاطس كده وهي جميله، وبصوا الجبنه بقى لما تسيح، يا بصوا شوفوا شوفوا السياحين كده، الله على جمالها. وهقوم منزله الصوص اوبا مع البطاطس، وما تقولوش لحد على الجمال ده. بصوا بقى شوفوا 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 هي ايه سايحه كده معاها، مش عايزه احكي لكم الجبنه بتخش مع البطاطس مع الصوص. شوفوا السياحين والجمال بقى، بصوا مش عايزه اقول لكم. يا سلام يا سلام على الجمال اهو، رشة بسيطة قوي 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 من الأخضر، وإيه نحطها للتقديم.